السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مغربية في بلجيكا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوب لكم واحد العصير صحي طبيعي، مكونات كاينة في الدار ومنعش لهذا الصيف ولهذا الحرارة. غادي نحتاج واحد الحامضة تكون خضراء. أنا تنصحكم تديروا الحامض الأخضر ماشي الصفر، عصير، و جوج قرفات، جوج تمرات باش نحلي، وكاين هاد باديان، ثلاثة باديان هو نيانسو النجمي تيقولوا لي، وكاين اللي تيقول لي انيس ايطوالي. صافي، هادو هما المكونات باش غادي نصاوب هاد العصير. بقاو معايا غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش غنصاوبو، سهل ومنعش وزوين وصحي. كما تنقول لكم ديما يكون الحامض الاخضر ماشي الصفر، تيجي زوين بحال هادوك المناضات اللي كنشربو ديال السيترون، ولكن هذا من الاحسن يكون مصاوب في الدار وطبيعي ومكونات كاينه في الدار. كنشوف واش ما فيهش هذاك العضومه ديالو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. كنزيد القرفة اللي كتعطي واحد النسمة زوينة، واحد المذاق، جوج هما. كندير التمر باش نحلي، هما جوج تمرات طبيعي كما تشوفوا كلشي طبيعي. وكنزيد باديان اليانسون النجمي، كنعمر الماء كنغطي ونديرو في الثلاجه يبرد ونتلاقاو باش تشوفوا ملي تلق كلشي المكونات كيفاش تيعطي واحد المذاق زوين بزاف. يلا ما تمشيوش بعيد. اول عصير ديالي وجد ديال السيترون، الحامض الاخضر والباديان والقرفه والتمر، وما تسناوش غادي يولي قوي ولا يتبدل ليه اللون ولا شي حاجه، غادي يولي غير شويه لا غادي الصفوريه وصافي، راكم عارفين الحامض. المهم هذا العصير خصكم تشربوه بالنهار بعدا ماشي بالليل، لان راكم عارفين الليمون اللي هو الحامض فيه فيتامين سي وكتطير النعاس. هذه الاولى، سمحوا لي غادي نخوي عاد نكمل معكم باش نركز على اش تنقول. هانتوما شفتوا غادي غير شويه للصفوريه للخضوريه وصافي. المهم كما تعرفوا هذا العصير منعش، هذا الشراب ولا العصير ديال السيترون الحامض الخضر والباديان والقرفه والتمر. كما كتعرفوا راه الحامض فيه فيتامين سي خصو يتشرب بالنهار، وراه تيقوي المناعه، راكم عارفين الفائده ديال الحامض ديال السيترون ديال الليمون الاخضر، وكيمص الحديد وكيضعف فوائد ديالو كثيره بزاف. والباديان هاد النجمه ديال السون فيها واحد العجائب سبحان الله، فيها بزاف ديال الفوائد تتعاون على الهضم، اونتي باكتيري اونتي فيروس سبحان الله. هاد الشراب تنصحكم به حتى في الشتاء ديروه، ديروه مع المدافي وتشربوه، السيترون والمدافي والباديان والقرفه والتمر راهو مزيانين. القرفه حتى هي الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى، الا نصيحه نصحكم لله تعالى ما تكثروش منها بزاف، صعيبه على القلب وعلى الكبده. المهم ديروا شويه، تلق غير شويه البنه وتعطيكم الفوائد اللي معروفه، راه تتمنع تخثر الدم وتتقلل من الالتهابات، ومزيانه حتى هي في الشتوى حتى هي تديروها وتتقاوم الجراثيم، حتى هي اونتي فيروس اونتي باكتيري. دونك هاد المكونات كلها وهاد العناصر كونوا واحد الكومبينيزون زوينه، واحد العصير صحي وفيه فوائد بزاف. والتمر خلاص كاع الناس تتعرف الفوائد ديال التمر، بلا ما نذكركم بها، راه التمر في كل دار عندنا ديما شتوى وصيف الحمد لله كناكلوه،
وهذا الشيء اللي كاين ديروا هذا العصير جربوه غادي تلقاو زوين زوين بزاف، ما تداوموش عليه بزاف مره ولكن راه صحي وغادي تلقاو عليه واحد الفائده زوينه في الصحه ديالكم في مسائل الهضم اللي عندو ديما مشاكل ديال الهضم، عسر الهضم ولا المعده ولا المصران ولا هذا راه غادي ينفعو بزاف وما تكتروش منه. وراه الحاجه لا الا فات على حدها تتنقلب ضد ديالها، دونك كل شيء بمقدار وبالصحة والراحة. وما تنساوش تديروا لايك وابوني إلى عجبكم هذا الفيديو، وإلى لقاء آخر إن شاء الله إلى بقى في العمر باقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.